من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته، وعظم الله أجورنا وأجوركم بحلول أربعينية سيد الشهداء سلام الله عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام. نتوجه نحن وإياكم لأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس، نيابة على لكل من يشاهدنا الآن وإلى كل المتابعين والمتبرعين في بناية بيت الحسين عليه السلام ولأمواتكم أيضا. تفضلوا بالزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مواجههم دون الحسين عليه السلام. السلام عليك يا حامل اللواء، السلام عليك يا ساقي عطاش كربلاء، السلام عليك يا أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي القدير إن شاء الله يمن علينا ويمن على كل شيعة أمير المؤمنين إن شاء الله بإتيان وأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام في يوم الأربعين، ولكل مشتاق لزيارة الإمام الحسين عليه السلام ولكن منعه مانع، أما مرض أو عائق أو ما شابه ذلك أو نقص في الأموال، إن شاء الله إحنا نائبين نكون عنهم بالزيارة والدعاء من حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيه بالفضل العباس في يوم الأربعين. وإن شاء الله دائما ما راح ننساكم يا خدام الحسين اللي ساهمون في إكمال هذه البناية لنصرة محمد وآل محمد، وهمكم الأول والأخير هو إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، وبعد وإيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم وإلى كل المستويات وإلى كل لغات العالم إن شاء الله بجهودكم. وإحنا اليوم اللي نقدمه لسيد الشهداء هو قطرة في بحر، يعني ما مقابل ما قدمه الإمام الحسين. لقد قدم سيد الشهداء كل ما يملك من أجل إصلاح هذا المجتمع، من أجل أن نعيش في أمة إسلامية، عقيدة صحيحة، دين صحيح، أخلاق مستوية على كل فئات وعلى كل المستويات الدينية والأخلاقية. الحسين قدم ما قدم حتى قدم رضيعه من أجل
نشر هذه الرسالة، رسالة جده محمد صلى الله عليه وآله. فماذا نقدم نحن للحسين عليه السلام؟ مثل ما تشوفون هاي المشاية وهذه المواكب العزاء لسيد الشهداء وللسائرين إلى قبر سيد الشهداء، من أجل شنو؟ من أجل ماذا؟ من أجل أنه تستمر هذه الثورة، ثورة الحسين سلام الله عليه، من أجل أنه إحنا نقول سيدي ومولاي يا أبا عبد الله إننا ماضون على العهد، إننا ماضون على أداء هذه الرسالة، إننا لن ننسى ما خرجت من خرجت لأجله، إننا لن ننسى دمائك الطاهرة، لن ننسى رضيعك المذبوح من الوريد إلى الوريد. يا أبا عبد الله، هذه جموع المؤمنين، هذه جموع الغفيرة جاءت لكي تعاهد على البقاء على مسيرتك ومسيرة جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وأبيك أمير المؤمنين سلام الله عليه. فيا أخواني يا أخواتي، دعمكم لقناة الإمام الحسين لهذه البناية حتى تكون جاهزة لنصرة محمد وآل محمد هو دعمكم لإكمال هذه الرسالة المحمدية، الرسالة العلوية الحسنية الفاطمية الحسينية، حتى تكون توصل هذه الصور من مسير عشاق الحسين، من مسير أحباب الحسين لكل أنحاء العالم. اليوم كل شيعي يتحسر على زيارة الحسين عليه السلام، من راح يشاهد هذه الجموع، من يشاهد هذه المواكب اللي تعزي سيد الشهداء الإمام الحسين وتعزي أمه الزهراء سلام الله عليه، راح يبكي، تنزل دمعة، راح كأنما يعيش معهم في هذه المراسيم، راح يشوف قبة سيد الشهداء، ضريح الإمام الحسين، ويسلم على سيد الشهداء وكأنه يعيش في يوم الأربعين، وكأنه يعيش في أيام سيد الشهداء من خلال هذه الشاشة المباركة. وهذا بفضل ما قدمتموه لسيد الشهداء، هذا بفضل ما قدمتموه لإكمال هذه البناية. فإحنا اليوم في هذا اليوم والأيام الأخيرة لأربعين الإمام الحسين عليه السلام، اغتنموا الفرصة، فإن الفرصة، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الفرصة تمر مر السحاب، ما تتعوض الفرصة في هذه الأيام. مثل هذه الأيام الصدقة مضاعفة والأجر مضاعف وكل شيء مضاعف، الدمعة، الخطوة، اللطمة، الصدقة على حب الإمام الحسين عليه السلام، كل شيء مضاعف من أجل الحسين. ضاعف الله الدرجات، الخطوة بألف خطوة، الخطوة تعد لك بألف حجة، الدرهم بألف درهم. فماذا تنتظرون في هذه الأيام؟ ساهموا من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله، من أجل دماء الحسين التي سالت على أرض كربلاء، من أجل صرخات العلويات التي تنادي وحسينا وعباسا، من أجل الركب الزينبي العائد المحمل من الهموم والغموم والأحزان وما رآه من العذاب من آل أمية إلى كربلاء، لكي يكلم أبا عبد الله الحسين بما جرى، والحسين يعلم بما جرى، والحسين على علم. عندما خرج من المدينة إلى كربلاء قال إنما خرجت في طلب الإصلاح في أمة جدي. قالوا يا ابن رسول الله، إذا كنت تعلم إنك مقتول لا محال، لماذا تأخذ النساء والأطفال معك؟ قال شاء الله أن يراني قتيلا ويراهن سبايا. كان الحسين يعلم بذلك كله، ولكن من أجل فضيحة بني أمية أخذ النساء وأخذ زينب لكي تفضح بني أمية على عروشهم وعلى بلاطهم، لكي تفضحهم على حقيقتهم. ولولا حضور السيدة زينب سلام الله عليه في كربلاء لانتهت رسالة الحسين عليه السلام، ولما وصلت إلينا رسالة الإمام الحسين، لأنها كانت حلقة الوصل بين ما جرى مع الحسين عليه السلام في كربلاء ومع ثورة الإمام الحسين عليه السلام إلى يومنا هذا. كانت الحلقة، حلقة الوصل، نصف ثورة الإمام الحسين عليه السلام هي كلام السيدة زينب في محضر يزيد، في مجلس يزيد، وفضحه أمام بني البشر، أمام كل الأمة الإسلامية. وعرفوا الناس حقيقة يزيد لعنة الله عليه،
عندما تكلمت الزينب وتكلم الإمام السجاد لقد كانت هي الدرع الحصين للإمامة، لقد كانت تحمي الإمام السجاد من كيد الأعداء. السيدة زينب هي الإعلام الحسيني لثورة سيد الشهداء سلام الله عليه، ونحن على آثارها ماضون إن شاء الله. فبدعمكم لهذه البناية واحتياجات هذه البناية حتى تنقل هكذا صور من شعائر زيارة الإمام الحسين عليه السلام من الملايين الذين يعزون سيد الشهداء إلى كل أحباب الحسين عليه السلام، ولكي يرى العالم، يرى هذه الجموع الغفيرة، يرى أن ثورة الإمام الحسين عليه السلام في كل يوم تتجدد، إن 40 الإمام الحسين عليه السلام في كل سنة يزداد العدد أكثر وأكثر، والكثير من المستبصرين والكثير من المتشيعين الذين دخلوا إلى هذا المذهب بفضل من؟ بفضل دماء الحسين التي سالت على كربلاء، بفضل نقل هذه الصور لكل أنحاء العالم. هذه كانت سبب هذه القنوات الفضائية، خصوصا قناة الإمام الحسين الفضائية اللي ما تتكلم فقط للعرب، إنما تخاطب العجم والعرب لكل الطوائف، تكلم بجميع اللغات. فيا أخواني يا أخواتي اللي قاعدين ببيوتكم واللي منعكم مرض وما شابه ذلك، لا تقصروا في مساهمتكم لهذه البناية حتى تنكتب لكم زيارة وتكونون من أنصار الحسين عليه السلام وخدام سيد الشهداء سلام الله عليه. عندنا اتصال. السلام عليكم أخو السحر من محافظة البصرة، خدام الحسين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم، أحسن الله لكم العزاء. لنا ولكم إن شاء الله الأجر من سيد الشهداء سلام الله عليه. الله يبارك فيكم يا أخو السحر. أخو السحر، إحنا في أيام عزاء وأيام مصاب وأيام ألم على فقد الإمام الحسين عليه السلام وعلى ما جرى على سيد الشهداء. أنتم كنتم يعني من المساهمين لهذه البناية، ما هي الرسالة اللي تحبون توصلونها لكل خدام الحسين وخادمات السيدة الزهراء اللي يسمعون صوتكم حاليا؟ يا ريت لو تنصيلي صوت التلفزيون وسمعيني من الموبايل. العفو اخوي، انا طلمويه من ادعو ان شاء الله الجميع اللي يشاركون بهذه المبادره الحلوه اللي هي ذخر ان شاء الله، واحنا ايش ما قدمنا لسيد الشهداء راح نكون مقصرين بحقه ان شاء الله، احنا بالعكس ما مقدمين الا شيء قليل. احسنت يا اخو السحر. اخو السحر، يعني كل الناس اللي يزور سيد الشهداء واللي يقدم من أجل الإمام الحسين عليه السلام لقضاء حاجة وما شابه ذلك، لابد أن تحصل إلى كرامة من الإمام الحسين عليه السلام. حدثينا عن كرامة اللي حدثت يعني وياكم. والله أنا أشكر الإمام الحسين سلام الله عليه، ممنونة إلي على طول العمر. الحسين هواية يعني إيش ما يعني، إحنا نريد نحكي بحق الحسين، هواية إلى فضل علينا أبا عبد الله الحسين، وفقنا لهواية شغلات. فد حادثة كانت يعني فد حاجة قضيت لو سولت فينا إياها حتى للمشاهدين المستمعين الآن يشاهدونه. اي والله سلام الله على الحسين. أنا شنو أتمنى يكون عندي بيت، فظليت 25 سنة ما عندي بيت، ففضل الله والحسين إن شاء الله صار عندي بيت وأسسته والحمد لله والشكر، فضل الله وعبد الله الحسين والزهراء سلام الله عليه. الحمد لله إن شاء الله. الحمد لله هذا دار في الدنيا، وإن شاء الله لكم دار في الآخرة إن شاء الله في جوار محمد وآل محمد سلام الله عليه. تسلم أخوي، رحم الله والديكم وأشكركم على هذه المبادرة إن شاء الله، والله يوفقكم إن شاء الله ويأخذ بيديكم لما فيه الصلاح والرضا. أمين رب العالمين. شكرا للأخ السحر من محافظة البصرة، الله يبارك فيكم إن شاء الله، أتمنى لكم قضاء الحوائج إن شاء الله. مشاهدينا، هذه عطايا سيد الشهداء، ومنه اللي يخفى عنا كرم أهل البيت سلام الله عليهم. أهل البيت دائما كرماء، دائما
يطونا مهما انه حتى لو ما نقدم لهم اي شيء، مجرد انه نقصدهم ونطلب من عندهم هم ينطونا. عندنا اتصال ام وسام من محافظة بغداد. ام حسام من محافظة بغداد، السلام عليكم حسام. السلام عليكم. يوم سلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله اجركم، احسن الله لكم العزاء ان شاء الله. الزهراء من الوام الحجة حق محمد وال محمد، الف الصلاة والسلام على محمد وال محمد. الله يبارك بكم يا ام حسام. مريضان ودابوا على المواكب الحسينية وابوا على قناة كربلاء وابتي ما يروح من الشاي. فالباحب بكيت حيل ودقيت على ابو زهراء قلت لها، قلت قال لي باكر نزورك، مشتاق ازور الحسين بس ما اقدر اروح امشي. يا الله مزدحمات. تفضلي باداء الزيارة امامك الان. الصحن باب قبلة الإمام الحسين عليه السلام، تفضلي. أنا بس أتمنى أقدر أمشي وروح المر مني حتى بس أزورهم، أنا أحب زيارة البيت. يا الله إن شاء الله خطوات من عندي لكم أنا أهديها إن شاء الله. أشكرك رحم الله والديك، والله ما حيل مخنوقة أظهر أشوف الزوار مقهورة حيل. يلا هسا المخرج انقلنا إلى ضريح سيد الشهداء وتفضل بأداء الزيارة. سلم الله عليه أبو عبد الله. يلا تفضلي ام حسام، تفضلي باداء الزياره. السلام عليك يا ابو عبد الله، السلام عليك يا سيدي مولاي، السلام على الحسين ولا على علي بن الحسين، على زينة أخت الحسين، على فضل عباس، على أنصار الحسين. فضل عباس أمامك. السلام عليك يا سيدي مولاي، سلام الله عليك يا كفل زينب، عليك بداع زينب رجع في تن عندي. يا أبا الفضل. عليك بداع زينب. أمش عليك زينب، أقول لك عندي مشكلة. أريد أخلص من هذا بجاء زينب عليك. بحق الحسين مصيبة، بحق الرقية الغريبة زرتها، زينب وغربتها إن شاء الله. أتمنى تعافوا الشافوا ورحمة الله أبو عبد الله. حق ابو عبد الله، السلام الله يا سيدي مولاي ابو عبد الله. احسنت يا ام حسام، ان شاء الله احنا مثل ما وعدناكم ان شاء الله خطوات الله يسلمك من عندنا لكم ان شاء الله نهديها الى ضريح سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام ان شاء الله. بكل ما الله يزيدني انا اتفرع على ابو عبد الله. الله يبارك فيكم ان شاء الله. شنو رسالتكم اللي حابين ان شاء الله توصلونها لكل الخدام الحسين اللي سمعوكم الان ويشاهدونا من خلال مساهمتكم لبيت الحسين سلام الله عليه؟ والله رسالتي اللي يسمعون اللي عنده فلوس يتبرع بيها، لان هي الفلوس ما تفيد. لو ابو عبد الله يفيد بالدنيا وبالاخره، زين اللي ضحى بماله وبعياله وبرضيعه وبدمه، زين هو ابن بيت الرسول عليه الصلاه والسلام على محمد وعلى محمد. فالبشر اللي يفتهم مع احترام كل الناس، زين ما يقصر ويا الحسين ويا خدمه الحسين، هذا انا برايي. لان انا حيل انا احب الحسين، احب ال بيت محمد. حيل روح متعقب بيهم. الله يزيدكم حبا ان شاء الله. والله العظيم ما حق هذا ابو عبد الله سيد المضمونين، عندي علاقه متعلقه بيهم. زين اشرب مسكنات وروح حمله دار، زين. وناوي الخميس خبر الخميس احنا حمله دار، قال مو مزدحم. زين حق هو الحسين. زين انا عندي حب للبيت كلش قوي، سلام الله عليهم. زارتهم الدنيا شفعتهم بالاخره، مزحنا الغمها ما يدور كل عبد عاصي، يعني كل ولد على امه. بدها ام البنيه اي والله. اشكرك يا مالي. امين امين. شكرا يا ام حسام، وان شاء الله مع الركب الزينبي الى جنات الخلد. اتمنى لكم ان شاء الله زياره الامام الحسين عليه السلام في اقرب وقت ان شاء الله. سلام الله عليكم. الله يبارك فيك. شكرا شكرا لام حسام من محافظه بغداد. يا خدام الحسين ويا احباب الحسين ويا من انتم القاصدين الى قبر الحسين عليه السلام، ذكرنا روايات كثيرة اللي متابعينا واللي يشاهدونا كل يومية على برنامجنا بيت الحسين، ذكرنا روايات انه تحث على الانفاق في جوار الحسين عليه السلام، وقلنا الامام الصادق قال الدرهم بألف 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 وعد العشرة بألف درهم، يعني 10,000 درهم، الدرهم الواحد التنفقة الله يعوضك بمكانه، فهذا يعني عوض دنيوي وعوض آخروي. فإن شاء الله لا يعني لا تبخلوا على أنفسكم، أنتم قاصدين بعد أكرم كرماء
يعني أكرم كرماء سادات العرب والعجم وكل بني البشر هم محمد وآل محمد. أنت من تقصد كريم وتقدم من أجل ثورة، من أجل هذه الثورة، من أجل ثورة الإمام الحسين عليه السلام، شنو تتوقع من هذا الكريم أنه يقدم لك؟ إذا أنت تقدم له درهم، جد يقدم لك أكيد أكثر يقدم لك، بعد قضاء حوائج، شفاء مرضى، تسهيل أمور، أمور مستعصية تسهل. فلا تبخلوا على أنفسكم وخذوا زادكم معكم إلى آخرتكم. فخدمة الحسين عليه السلام لا تعوض ولا ينالها إلا ذو حظ عظيم. فهذه الأرقام موجودة أسفل الشاشة، اتصلوا الآن، اتصلوا وخلي لك على قدر استطاعتك وعلى قدر حبك للإمام الحسين عليه السلام وساهم معنا في هذه الاحتياجات. عودة زينب بعد أيام قليلة، ويلتقي العاشق في المعشوق، تلتقي زينب بالحسين عليه السلام. بس زيد السيدة زينب سلام الله عليه بقت على حالها، تغير لونها، تغير الكثير من هذه الآلام اللي حملتها السيدة زينب، قد أثقلت عليها وغيرت من صورتها ومن حالها. يقول الشاعر: ردينا من الشام، ردينا أنا ورباب ورملة وسكينة، ردينا من الشام، ردينا أنا ورباب ورملة وسكينة، ننظر على الأجساد والنادي على السجاد، يا مقبر أبوك حسين ودينا، يا مقبر أبوك حسين ودينا، يوم أربعينك جينا مشاية، جبناها نوح ولطوم وقراية، تشف العليل شايل الراية، ويقل لي خلي نروح يا عملي المذبوح، نوصل القبر وما يحاجينا. ردي أنا مني الشام لديارة، ننشد على المذبوح وأخباره، وسط القلوب توجرت ناره، وسط القلوب توجرت نار، نمشي بهضم ونطيح وين ابو اللي ما نصيح، يا عمني شبع نوح خلينا، لما نوصلنا الكربلاء بلوعه كل الحرام وياي مفجوعة، وين الكفيل جفوفه مقطوعة، طايح عزيزي الروح يم النهار مطروح، نذكر قمار عدنان حادينا. يا جادر نشوفه صافن ويمسح دميع بجفوفه،
قبره يجي ملهوف ويطوف ويقولك مشتاق ما احب هيك فراق من يبكي كل احنا بكينا كانت رقيه ويانا ما مسجونه هسه بخرابه وبالحيد مدفونه شفنا العليل يهلني عيونه وينادي ابوي حسين انط الوجيه وين صوت الحنين يقوم يأذينا لخادم الحسين فاخر الشيباني. هذه الجموع الغفيرة، هؤلاء معزين خدام الحسين عليه السلام، أحباب الحسين عليه السلام، اللهم بحق الحسين عليه السلام أن يقضي جميع حوائج المحتاجين، وإن شاء الله يشافي جميع المرضى بحق محمد وآل محمد. ويان اتصال من محافظة البصرة. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم أبو مقتدى، عظم الله أجوركم، أحسن الله لكم العزاء. عظم الله أجوركم وأجوركم إن شاء الله في هذا المصاب. الله يبارك فيكم يا أبو مقتدى إن شاء الله، وأحسن الله لكم العزاء إن شاء الله. أبو مقتدى، طبعا قبل لا أنه نتكلم وياك تفضل بأداء زيارة الإمام الحسين عليه السلام وبعدها نكمل الحديث وياك إن شاء الله. تفضل. تفضل. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أصحاب الحسين. ابو مقتدى تسمعنا؟ ابو مقتدى. نعم. الله يبارك فيك ان شاء الله، اتمنى لك ان شاء الله زياره مقبوله. ابو مقتدى، شنو رسالتك اللي حب توصلها لكل العالم، لكل الناس اللي حاليا شاهدنا وتسمع صوتك، شنو الرساله اللي حاب انه توصلها من خلال دعمك لرساله الامام الحسين عليه السلام؟ والله حاب اسمع للعالم كله، وعن طريق إذاعتكم، وهي أفضل وسيلة إذاعتكم، أفضل وسيلة لنقل قصة الإمام الحسين عليه السلام وقضية الإمام الحسين عليه السلام، فهي أفضل وسيلة لدعم الإعلام أو القنوات مثل جنابكم قناتكم المفضلة. الله يبارك فيك. إن شاء الله يا رب التوفيق لجميع الأستاذ بالقناة، هذه القناة التي تنشر قضية الإمام الحسين عليه السلام ومظلومية الإمام، وإن شاء الله أنا من الداعمين لهذه القناة، وأتمنى كل الناس تدعم هذه القناة لأنها تنشر مظلومية الإمام الحسين عليه السلام وأهل البيت، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. أحسنت. أبو مقتدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. أبو مقتدى، قبل لا أن تنهي الحديث. نعم. الله يبارك فيك. شنو نشوف واجبنا امام الامام الحسين عليه السلام؟ شنو نشوف واجبنا احنا اليوم؟ احنا ما لحقنا حتى نكون في واقعه الطف وننصر سيد الشهداء، شنو واجبنا في هذا الزمان؟ يعني نظرتك واجبنا. انت نظرتي انا واجبنا الامام الحسين عليه السلام. بلي. اولا نشر مظلوميته. احسنت. هاي اول شيء. ثاني شيء هو الاعلام، افضل شيء احنا لنشر المظلوميه للاعلام. بالنسبه عندنا بالعراق يعني اكثر شيء نعرف مظلوميته، بس اكو ناس بغير دول ما تعرف مظلوميته، فتوصل عن طريق القناه مالتكم. احسنت. هذه وحده من الوسائل، يعني افضل شيء افضل ركيزة الاعلام. احسنت. وخصوصا اذا كانت قنوات تتكلم بعده لغات، يعني يفهمها الهندي والباكستاني
والآذري والأجنبي. جميع الطوائف، جميع الطوائف يفهمها، جميع الطوائف. أحسنت يا أبو مقتدى. وكانت يعني أنتم تعتبرون ركيزة، تعتبرون ركيزة مهمة. أحسنت. إحنا الوسيلة اللي تنقل رسالة الإمام الحسين عليه السلام من خلال دعمكم ودعم خدام الحسين أمثالكم. إن شاء الله إحنا خدام لكم وللإمام الحسين عليه السلام. الله يبارك فيك إن شاء الله، وإن شاء الله مع الركب الحسيني إلى جنات الخلد يا أبو مقتدى. إن شاء الله، إن شاء الله يحفظنا ويحفظ الجميع. الله يبارك فيك يا أبو مقتدى، شكرا لك وشكرا لهذا الكلام الوافي، وإن شاء الله في ميزان حسنات. الله يدومنا وندعم هذه القناة. امين رب العالمين. شكرا جزيلا لكم، شكرا للاخ ابو مقتدى. سلام جزيلا. اهلا وسهلا مشاهدينا. مشاهدينا مثل ما سمعتوا كلام الاخ ابو مقتدى، قال انه واجبنا اتجاه الامام الحسين عليه السلام انه ننشر مظلوميه سيد الشهداء، مظلوميه الامام الحسين عليه السلام لكل انحاء العالم. ربما ان يعني هناك الكثير الغافلين عن مظلومية سيد الشهداء، فدعمكم وتبرعكم لهذه البناية هو راح يخلي مظلومية سيد الشهداء تنتشر بكل أنحاء العالم، واللي خرج من أجل الإمام الحسين عليه السلام الناس راح تعرفه من خلال أنه راح هذه القنوات، قناة الإمام الحسين الفضائية، توصل اللي يريد الإمام الحسين عليه السلام. فإحنا اليوم هذه احتياجاتنا هي منظومة كاميرات مراقبة. أنت حدد بينك وبين نفسك اي كاميرا تقدر تساهم بيها. يا ريت انه المخرج يرجعنا على الشاشه الاولى احتياجات كل المنظومه، منظومه الكاميرات. عندك كاميرا الاولى وكاميرا الثانيه، اللي كاميرا الاولى اللي هي سي 215 اللي سعرها 155 دولار، وايضا كاميرا سي 305 احنا بحاجه الى 100 كاميرا واللي سعرها 142، وعندك براكيت اللي هو الستاند احنا بحاجه الى 77 قطعه، القطعه الواحده 38 دولار. وايضا جهاز التسجيل هذا جدا مهم، هو المسؤول على كل هذه المنظومه، اللي احنا بحاجه الى 3 قطع، القطعه الواحده 698 دولار. وايضا جهاز التخزين اللي يخزن كل الصور، يعني حتى يقدر يراجعهن الشخص المسؤول، سعر القطعة الواحدة 439. فتخير انت نفسك صدقة جارية ايش قد تقدر تساهم على حب الامام الحسين عليه السلام، وفي هذه الايام ايام 40 سيد الشهداء اللي الصدقة مضاعفة. على هذه الارقام موجودة واتساب تليجرام، تقدرون تراسلون الاخوة، حتى اذا ما تقدر تتصل تقدر تراسل وتقول أحب أساهم على حب إيصال رسالة سيد الشهداء، أو على حب الحسين عليه السلام. الأخوة راح يجاوبوكم إن شاء الله، وراح يعطوكم كل التفاصيل كيفية المساهمة. فإن شاء الله إحنا على العهد باقين، ومع الحسين عليه السلام ما حيينا، وإن شاء الله نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا زيارة الحسين عليه السلام في الدنيا وشفاعته في الآخرة. إلى هنا انتهى برنامجنا، ونلتقيكم غدا في حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام. دمتم في رعاية الله. من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببيت الحسين، جد عظيم الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. قد عظيم الصدقة ببيت الحسين، بيت الحسين.